بصحة جيدة واموركم كاملة 5-5 كيف العادة. اليوم جيت وجبت لكم فيديو جديد تحت طلب ديال بزاف 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 ديال المتتبعات وبزاف ديال لي فان اللي طلبوا مني انني نشارك معهم لفة ديال الحجاب ديالي اللي كندير. صراحة انا هذه ماشي مدة طويلة يعني باش كندير الحجاب، مهم يعني نفس الشده كديرها دائما، ما كنبدلش كيف ما كتشوفوني، يعني الا درت شي حاجه كنخليها ليا غير في الدار. واليوم قررت باش نشاركها معكم الفاميلا وما ندخلش عليكم. كذلك كنشكركم بزاف بزاف حيت كتسولوا فيا، وكنشكركم على التعاليق الزوينه اللي كتخليوا لي. المهم الغزالات، اليوم غادي نشارك معكم اجمل واشهر شدات او لفات الحجاب اللي في طوندونس ديال هذا العام ديال 2020. كنتمنى ينالوا الاعجاب ديالكم. ما تمشيو فين، تبعوا معايا لا فيديو، واللي اول مره كيشوف القناه ديالي ما ينساش وما يبخلش عليا بواحد سبسكرايب، هي كاينه لتحت، او لا ابوني اللي بالاحمر ضغطوا عليها واكتيفيو سير الجرس، زر الجرس عفوا، باش يوصلكم كل جديد ديالي. وكنبغي نشكركم بزاف بزاف على ديالكم معايا في لي لايف اللي كندير وفي لي ستوري اللي كندير في مواقع التواصل اللي غادي نخليهم لكم في صندوق الوصف، اللي بزاف الناس كيسولوني على تيك توك وفيسبوك وانستغرام ديالي، كل شيء غادي تلقاوه في صندوق الوصف. يلا غزالة ديالي نمشيو نشوفوا لا فيديو، فرجه ممتعه. Thank you.